أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية ونبدأ بعد الفاصل. الكاره للحياة لا يعرف إلا طريقا واحدا هو طريقه، لا يقبل حلا وسطا، يتوهم أنه وحده الذي يعلم وعلى الآخرين أن يتعلموا منه، وتراه يرغي ويزبد إذا تجاسر أحدهم على إبداء رأي. يقول الكاتب علي مضاد لرأيه، يقول كاتب علي حسين في مقال نشره موقع صحيفة المدى: لا مفر من مراجعة تجارب الآخرين، عندما نقرأ كم تكرر الظلم والعنف نشعر بأن العالم كله كان في يوم من الأيام مسرحا للعبث والخراب. هذا الخراب والخوف من المجهول يريدون لنا أن نعيش معه إلى النهاية، فالمسؤول والسياسي العراقي لا يذهب إلا ويأخذ معه كل شيء، لأنه ما أن يصل إلى كرسي البرلمان أو الوزارة حتى يتراءى له، بل حتى يرى أنه ليس موظفا أو نائبا منتخبا، بل ورث الكرسي العراق الذي وصلت فيه نسبة البطالة إلى أرقام قياسية، ومئات الآلاف من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر. يكون العراق هو المصدر لحل الأزمات المالية في طهران. الذين انتظروا الديمقراطية من الأحزاب التي تحكمنا يعانون من سذاجة، لأنهم يعتقدون أنهم يعيشون في ظل أحزاب تحترم الآخر. اليوم هناك قواعد جديدة وواضحة للعمل السياسي عبر عنها معظم شيوخ وخطباء هذه الأحزاب. في الانتخابات الأخيرة أصدر السيد كاظم الحائري فتوى بتحريم انتخاب الشخصيات المدنية لأنها في نظره شخصيات كافرة، وبالأمس خرج علينا شيخ آخر ليخبرنا أن تغيير الوضع في العراق ممنوع شرعاً ولا يجوز، وعلى المتضرر وهو الشعب بالتأكيد أن يلجأ إلى الصمت. اليوم في الوقت الذي يحاول العراق أن يبتعد عن ساحة الصراع الإيراني الأمريكي، يدخل السيد كاظم الحائري طرفاً في السجال بدعوته إلى محاربة الأمريكان في بغداد، وهو أمر يثير الاستغراب والدهشة بنفس القدر الذي يثير به التعجب. ربما يقول البعض: يا رجل، هل أنت سعيد بوجود قوات أمريكية في العراق؟ يا سادة، أنا ومعي ملايين العراقيين لم نطالب الأمريكان بغزو بلادنا ولم نرحب بهم. الذين ملأت الفرحة وجوههم هم الذين استقبلوا جورج بوش بالأحضان والابتسامات. ومن موقع راسام نقرأ مقالا للكاتب حسين صالح السبعاوي: منذ أن بدأ الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بعد الانتخابات الأخيرة في 10 من تشرين سنة 2021، بدأ كل طرف يستقطب أطرافاً أخرى إلى جانبه، لكن أسوأ ما في هذا التصعيد هو محاولة التيار الصدري والإطار التنسيقي زج عموم الشعب العراقي بكل مكوناته في الصراع الدائر بينهما من خلال التهديد أو إغراء القوى السياسية سواء من العرب السنة أو الأكراد. إن الإطار والتيار كليهما يمتلكان ميليشيات مسلحة وهما أصحاب القرار السياسي والأمني في الدولة، وبالتالي سيكون الشعب حطباً لهذا الصراع. علينا أن ندرك بأن هذا النوع من الصراعات سيكون الرابح فيه آخر من يخسر، بمعنى أنه صراع عبثي من أجل الاستيلاء على السلطة لا غير، أما الشعب فسيكون الخاسر الأكبر. مثلما قاطع الأغلبية من أبناء الشعب العراقي الانتخابات، عليهم اليوم النأي بالنفس عن هذه الصراعات العبثية ومقاطعتها، لأنها إذا اندلعت سوف تحرق الأخضر واليابس. عدم الانجرار خلف السياسيين وتصريحاتهم، مثال ذلك ما صرح به النائب السابق بهاء العرجي وهو يسيء للمكون العربي السني بكل وقاحة ويحملهم المسؤولية عن الصراع القائم بين التيار والإطار. أيضاً الكثير من قيادات الإطار تحاول الزج ببقية المكونات في هذا الصراع، مستخدمة التهديد مرة وأغراء بعض الشخصيات مرة أخرى لإثارة المشاكل داخل مدنهم وخاصة في مدينة الأنبار. فهؤلاء هم المشكلة، ولن يكونوا يوماً ما
هم الحل، فهم من سرق المال العام، وهم السبب في تهجير الشعب العراقي، وهم السبب في إدخال تنظيم داعش الإرهابي وتسهيل سيطرته على عدة مدن عراقية. وهناك الكثير من الموبقات السياسية التي مارستها الحكومة الطائفية ضد الشعب العراقي لا مجال لذكرها الآن. إن التغيير في العراق قادم لا محالة، وأن هذا النظام ما عاد يمتلك مقومات البقاء، وإن الشعب العراقي جاهز لأي تغيير سياسي قادم. يقول الكاتب سعد ناجي جواد: لا أعتقد أن تاريخ العراق الحديث وحتى القديم قد شهد طغمة حاكمة فاسدة ملوثة تستطيع السحت الحرام كالتي سلطتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتبنتها إيران ودول جوار أخرى منذ عام 2003. لا، بل يمكن الجزم بأنه لم يحدث أن وصلت طبقة حاكمة متكاثرة إلى هذا المستوى المتدني من اللاشعور بالمسؤولية والشغف بسرقة المال العام، وخالية من كل قيم أخلاقية أو رادع ديني أو غيرة وطنية كالتي فرخها الاحتلال وما تلاه. وفي كل يوم يصحو الناس على أفلام وتسجيلات صوتية جديدة لصفقات واعترافات بسرقات لسياسيين يشغلون مناصب رسمية أو متنافسين عليها أو متكالبين على تشكيل الحكومة القادمة المتعثرة منذ أكثر من 10 أشهر. ولم يحدث أن أصبح تقاسم الوزارات بين الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وبيع المناصب الوزارية والعليا عرفاً سائداً، أو أن تتصف كل الأطراف التي شاركت وتشارك في العملية السياسية وبدون استثناء بهذه الصفات المخزية. لا أعتقد أن تاريخ العراق الحديث وحتى القديم قد شهد طغمة حاكمة فاسدة ملوثة تستطيب السحت الحرام كالتي سلطتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتبنتها إيران ودول جوار أخرى منذ عام 2003. لا، بل يمكن الجزم بأنه لم يحدث أن وصلت طبقة حاكمة متكاثرة إلى هذا المستوى المتدني من اللاشعور بالمسؤولية والشغف بسرقة المال العام، وخالية من كل قيم أخلاقية أو رادع ديني أو غيرة وطنية كالتي فرخها الاحتلال وما تلاه. وفي كل يوم يصحو الناس على أفلام وتسجيلات صوتية جديدة لصفقات واعترافات بسرقات لسياسيين يشغلون مناصب رسمية أو متنافسين عليها أو متكالبين على تشكيل الحكومة القادمة المتعثرة منذ أكثر من 10 أشهر. ولم يحدث أن أصبح تقاسم الوزارات بين الأحزاب المشاركة في العملية السياسية وبيع المناصب الوزارية والعليا عرفاً سائداً، أو أن تتصف كل الأطراف التي شاركت وتشارك في العملية السياسية وبدون استثناء بهذه الصفات المخزية. ونقرأ مقالاً للكاتب محمد جميل نشره موقع عربي 21، جاء فيه: مشاهد اقتحام الاحتلال المستمرة لمدن الضفة الغربية بالتعاون مع أجهزة أمن المقاطعة في رام الله للقيام بعمليات اغتيال أو اعتقال تحرق القلوب وتدميها. لا يوجد أي خطوط حمر لدى هذه الأجهزة حتى تتحرك لحماية الشعب الفلسطيني، لطالما تباهت قيادات أمنية إسرائيلية بالجهود التي تبذلها أجهزة أمن عباس دون قيد أو شرط في إحباط كل الأنشطة المناوئة للاحتلال. وقد انعكس ذلك في تقارير إعلامية وأفلام وثائقية بثتها قنوات عبرية، وقبل أيام بثت القناة 12 تقريراً ليس الأول من نوعه الذي يفضح عمالة أجهزة أمن السلطة، إنما يؤكد المؤكد ويفتح جراحاً لم تندمل من ضحايا التعاون الأمني. التقرير يتحدث عن اعتقال مواطنين من وسط رام الله بالقرب من المقاطعة ومقرات أمنية، ويشاهد في الفيديو سيارات الشرطة المتوقفة مع عدم وجود أي عنصر أمن في المكان، فالكل مختبئ وفق التعليمات. وحتى لا يستغرب أحد من خلو المكان من قبل أجهزة أمن السلطة، يقول أحد ضباط الاحتلال في التقرير إن العملية تتم بالتعاون مع أجهزة أمن السلطة.
لم يعد الاحتلال وأجهزته الأمنية بحاجة إلى تجنيد عملاء وفق النمط التقليدي لمدهم بالمعلومات اللازمة من أجل إحباط أي عمل مقاوم، فأجهزة أمن السلطة وتحديداً جهازي المخابرات والأمن الوقائي يقومان بالواجب الخياني على أكمل وجه. بموجب هذا الواجب عمدت هذه الأجهزة إلى ملاحقة كل المقاومين والنشطاء، فتكدست السجون بالمعتقلين وخاصة بعد الانقسام عام 2007، ومورس التعذيب على نطاق واسع حيث قتل تحت التعذيب العشرات وأصيب آخرون بعاهات، وقامت بتسليم مطلوبين للاحتلال واغتيال آخرين. واشتهر الباب الدوار، حيث من يفرج عنه من سجون الاحتلال يتم اعتقاله من قبل أجهزة أمن السلطة، ومن يفرج عنه من سجون السلطة يعتقل من قبل الاحتلال ليجد ملفه المعد بعناية مسبقا من قبل أمن السلطة أمامه. لطالما تباهت قيادات أمنية إسرائيلية بالجهود التي تبذلها أجهزة أمن عباس دون قيد أو شرط في إحباط كل الأنشطة المناوئة للاحتلال، وقد انعكس ذلك في تقارير إعلامية وأفلام وثائقية بثتها قنوات عبرية. قبل أيام بثت القناة 12 تقريراً ليس الأول من نوعه الذي يفضح عمالة أجهزة أمن السلطة، إنما يؤكد المؤكد ويفتح جراحاً لم تندمل من ضحايا التعاون الأمني. نشرت صحيفة أوبزيرفر تعليقاً لسايمون تيزدال قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ورطة ويأس، متسائلاً إن كان أصدقاؤه في الغرب سيسارعون لإنقاذه، وأشار إلى مقولة الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثوريو عام 1854: معظم الرجال يعيشون اليأس بهدوء. وهذا هو المصير الذي آل إليه بوتين، وهو يحاول الهروب من المصيدة التي وضعها لنفسه في أوكرانيا، وفي الوقت الذي ظل الرئيس الروسي صامتاً حول العملية العسكرية الخاصة، إلا أن الجمود المستمر هو ما يجب توقعه، مثلما لم يتوقع تفجير سيارة في موسكو والهجمات المهينة لقواته في شبه جزيرة القرم، ولم يتوقع بوتين قتل أو جرح 80,000 من الجنود الروس، ومات معهم حلم بطرس الأكبر لبناء روسيا العظمى، واختفى مع هذا كل شيء، حيث باتت ترتبط سمعته بالقاتل والمحتال. لكن ما لا يستطيع بوتين تحمله هو مستنقع حرب دائم في ظل العقوبات الغربية التي بدأت تضرب اقتصاده وتعمل على تآكله في وقت نضبت فيه قواته العسكرية ومصادر السلاح. هل سيحاول أصدقاء بوتين إنقاذ الوحش من الشرق؟ فرئيس بيلاروسيا في جيب بوتين أصلاً، وتأكدت روسيا من نجاة الديكتاتور لوكاشينكو بعد سرقته انتخابات عام 2020 والتي أدت لتظاهرات واسعة في البلاد. وسينفذ لوكاشينكو ما يطلب منه. وفي الداخل، في داخل أوروبا، هناك أيضاً فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا الذي ينظر إليه بأنه حصان طروادة لبوتين. ومثل البقية داخل اليمين المتطرف في أوروبا، فأوربان معجب بأيديولوجية بوتين الوطنية غير المتطرفة، ووقف بشكل متكرر أمام العقوبات الأوروبية، ووقع الشهر الماضي وبطريقة منفردة عقد غاز مع الكرملين، ولا يمكن والحالة هذه الثقة بأوربان. وكان انهيار الحكومة الإصلاحية في بلغاريا وإعادة العلاقات مع موسكو محل تكهنات من أن بوتين يبني نفوذه من أجل تقسيم أوروبا. ولا تخلو إيطاليا من المعجبين ببوتين، فهم كثر. وذكرت دراسة شاملة أعدها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عام 2016 حزب البديل في ألمانيا والتجمع الوطني الفرنسي وحزب الحرية النمساوي وحزب فالماز بيلانج البلجيكي بأنها أحزاب موالية جميعها لروسيا. وكذا حزب الاستقلال في بريطانيا الذي عبر هو الآخر عن مواقف مؤيدة لروسيا.
ولرسوم الكاريكاتير أسلوبها الخاص في نقد الواقع. أهلا بكم من جديد. أجلت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إطلاق أكبر صاروخ طورته على الإطلاق، والذي كان من المقرر أن يتجه في مهمة اختبار إلى القمر. وكافح مراقبو التحكم من أجل تبريد محرك في الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 100 متر إلى درجة حرارة التشغيل الصحيحة. وقبل ذلك كان مراقبو التحكم قلقين بشأن ما بدا أنه صدع في الصاروخ، لكنهم خلصوا في النهاية إلى أنه مجرد تراكم الصقيع. وصمم الصاروخ بهدف إرسال رواد فضاء مرة أخرى إلى القمر، وخيب قرار إلغاء الرحلة آمال مئات الآلاف الذين تجمعوا على شواطئ وجسور في فلوريدا لمشاهدة أقوى صاروخ منذ 50 عام يندفع نحو السماء، وستدور هذه المركبة الفضائية حول القمر قبل أن تعود إلى الأرض، حيث تهبط في المحيط الهادئ بعد 6 أسابيع. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن باكستان تواجه فيضانات موسمية أقوى بكثير من الطبيعي بعد أن غمرت الفيضانات ثلث أنحاء البلاد. وحث غوتيريس العالم على تقديم المساعدات لباكستان، وأطلق مبادرة خصص فيها 160 مليون دولار لمساعدة عشرات الملايين من المتضررين من الكارثة. ويقول مسؤولون إن أكثر من 33 مليون باكستاني، أي بمعنى واحد من كل 7 أشخاص، قد تضرروا من الفيضانات. والآن أدعوكم إلى متابعة المادة الفيديوية التي اخترناها لكم هذا اليوم. أنا إلى الطيارة نزلت بالبيت، نزلت انقطعت إجرع، الحمد لله ما حدا صار له شيء. عم بتعلم هلأ بقى تركي وعربي ورياضيات وهذا رياض وحساب وحاسوب. لا طبعا مدرسة خطوة التعليمية كانت فكرة استهدفت بالدرجة الأولى فاقدي الأطراف والإعاقات الخاصة. عنا ضمور، عنا زيادة شحنات كهربائية، عنا شلل. كان في إقبال للأهالي، بس أنا واجهت صعوبة كتير بإقناع الأهالي بالمركز. سبب الصعوبة ما عاد حدا صدقنا، ما عاد حدا صدق انه لسه في اهتمام بهاي الفئه. الغالبيه قالوا لي انه في كذب. انا حكيتهم وقلت لهم لا، نحن كرمالكم، نحن عم نشتغل تطوع كرمالكم وكرمال نوصل صوتهم، نحن شاعرين بألمهم. جيت أنا وأخويا وبنت عمتي، جينا على البيت بركنا شوي، راحت الطيارة، رحنا على محل دكان نشتري، لحنا هناك ضربتنا الطيارة، أخويا صابوا شظايا،
الحمد لله. وبنت عمتي ماتت وانا قطعت اجري من الطياره. هلا كنت انا ما بعرف لا اقرا ولا اكتب. من جيت لهون علمونا القراءه والكتابه وفي بعض النشاطات. مثلا هلا سجلونا بنادي مبتورين للسباحه ونادي مبتورين للعب كره القدم وعلمونا الاي سي دي وهيك وعدة شغلات. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.